عطل في أحد تحديثات نظام شركة مايكروسوفت أشاع الفوضى والقلق في العديد من دول العالم التي تعرضت لموجة مفاجئة من انقطاعات الإنترنت وشبكات الاتصالات ووسائل الإعلام وتوقف حركة كبرى شركات الطيران. مستخدمو مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم عانوا من انقطاعات واسعة النطاق بعد ساعات من إعلان شركة التكنولوجيا أنها تعمل تدريجياً على إصلاح مشكلة تؤثر على الوصول إلى تطبيقات وخدمات إحدى إصدارات مايكروسوفت. خبراء تقنيون أفادوا بأن التقارير المتداولة أشارت إلى أن شركة الأمن السبراني الأمريكي، وهي شركة أمريكية للأمن السبراني تساعد الشركات في إدارة الأمن المعلوماتي، هي السبب وراء العطل التقني العالمي الذي أثر على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم. من جانبها أكدت شركة كراود سترايك للأمن السبراني أن العطل التقني العالمي ليس حادثا أمنيا أو هجوما إلكترونيا، مشيرة إلى أنه ناجم عن تحديث فيه خلل أجرته الشركة وتم تحديده والعمل على إصلاحه. وفي بيان للشركة قالت مايكروسوفت إن المستخدمين قد لا يتمكنون من الوصول إلى برامج وخدمات أوفيس 365 المختلفة بسبب تغيير الضبط والإعدادات في جزء من العمل المدعوم من حوسبة أزور السحابية. يأتي هذا بينما استبعد خبراء بريطانيون أن يكون الخلل التقني العالمي الذي أثر على شركات الإعلام والبنوك وشركات الاتصالات في أنحاء العالم مشكلة أمنية مرتبطة بهجوم سبراني متعمد.